نتكلم عن بركات الصوم. الشاهد بتاعنا اللي هنتكلم فيه المرة اللي جاية هيكون أشعياء 58، الإصحاح المشهور بتاع الصوم. هناخد أول كام آية منه، أليس هذا صوما اختاره. هناخد بقى بركات الصوم بعد كده لما حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، تنبت صحتك، يسير برك أمامك، مجد الرب يجمع ساقاتك، حينئذ تدعو فيجيب لك الرب. هنقول طبعا ان الصوم ميلاد بالذات هو صوم مركز قوي على فكرتين مهمين قوي. اول فكره فيه ان الثلاث ايام بتوع نقل ايه؟ ها؟ جبل مقطم. ثلاث ايام بتوع نقل جبل مقطم، وال 40 يوم التانيين هم ايه؟ هم ها؟ موسى لما كان بيستقبل وصايا او الشريعه على الجبل. طبعا ثلاث ايام نقل جبل مقطم معناها ان مفيش شيء غير مستطاع لدى الله، مهما كان الواحد مغلوب من خطيه او شيء معين او طبع مزعج، ربنا يقدر ينقل هذا الجبل اللي موجود على قلبي. الحاجة التانية إن الأربعين يوم دول الاستعداد لاستقبال الوصايا العشر أو كلمة الله المكتوبة، إحنا بناخد بقى الأربعين يوم دول لاستقبال كلمة الله الإيه؟ المتجسدة. تمام؟ أول بركة في الصوم إحنا بناخدها إن الحقيقة إن ربنا بيساند الإنسان وسط الضيقة. موضوع نقل جبل مقطم ده كان مشكلة. ليه مشكلة؟ طبعا كانت واضحة قوي، قال له إذا ما تنقلش الجبل يبقى الدين كله بتاعكم غلط، يبقى أنتوا بتشركوا بربنا، يبقى أنتوا بتعودوا إله غلط، فهيتم إبادة للمسيحيين كلها. دي ديقة سهلة الحقيقة، دي مش سهلة، الديقة دي مش سهلة. لكن زي ما بيقول كده هو في دانيال 9، فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد. يعني الصلاة والصوم يعملوا إيه؟ يحلوا مشاكل، يحلوا الضيقات باستمرار، زي القصة بتاعت نقل جبل المقطم، وزي ما حصل زمان أيام سيدنا البابا شنودة ربنا ينايح نفسه لما كان في قانون كده مشهور وكان هيتاخد عليه موافقة بالإجماع وهيتنفذ، هو تنفيذ بقى حد الردة زي ما بيتطبق في أماكن تانية، وكان خلاص الموضوع ده جاهز للتنفيذ، وده كان هتكون ضيقة كبيرة قوي على أولاد ربنا هنا في مصر. كانت النتيجة ساعتها إيه؟ سيدنا قال لهم يا جماعة نصوم خمس أيام ونصلي وقداسات متأخرة زي الصوم الكبير بالظبط، زي صوم نينوى، زي الصوم الكبير. وطبعا كانت النتيجة إن الورق كله اتحط في الدرج والموضوع إيه؟ انتهى، والموضوع نفسه انتهى. قد إيه الصوم والصلاة بيحلوا حاجات كتير حتى جوه الخدمة. يقولوا عن أبونا بشوي كامل مرة إن قالوا له إلحق يا أبونا في بنت هتسيب المسيح، وبدأت إن هي تتجه في الاتجاه ده ورفض تتواصل مع أبونا تماما، فبدأ الحقيقة أبونا يحاول يقابل البنت، فالبنت بصها كده في الأرض فقال لها طب يا بنتي ناخد ثلاث ايام كده انا هصلي ونشوف ربنا يرتب ايه. ما فيش طبعا وقت قليل قوي، البنت جات له تجري وتعيط، قالت لها خير حصل ايه؟ قالت له الولد اللي كنت متعلقه بيه مات. كان رد قوي قوي، كان رد قوي، مش لازم يحصل كل مره يعني، بس كان رد قوي قوي. ازاي ان ربنا بيتدخل بطرق عجيبه قوي مع الصلاه والصوم. يبقى اول حاجه ربنا بيستخدم الصلاه والصوم بتوعنا دول، او احنا بنستخدم الصلاه والصوم دول فين؟ وسط المشاكل وسط الضيقات. الحاجه الثانيه ان بركات الصوم الواحد يصلي بقى، يصلي شويه يعني. يعني عادة احنا بنصلي، بس اوقات الصوم الصلاة طعمها مختلف خالص، مش كده ولا ايه؟ قد ايه ان الصلاة والصوم دول بيعملوا حاجات كتيرة قوي. قد ايه الصلاة والصوم بيعملوا حاجات كتيرة قوي. يقولوا مرة عن الأنبا برام اسقف في الفيوم المتنيح ان جه واحد من ولاده قال له سيدنا في آية كده في الكتاب المقدس عاوز افهمها مش فاهمها قوي. طبعا عارفين الانبا برام كان بيقرا الكتاب المقدس كل 40 يوم يعني، واخدين بالنا، فراح يسال سيدنا على ايه. قال له طيب يا ابني قبل ما تقرا الايه صلي كده ابانا الذي وقول له يا رب ارشدني. فجه الاخ دون عمل كده وعدى عليه تاني يوم قال له ها يا ابني عملت ايه؟ قال له الحقيقه صليت يعني وكل حاجه بس برضه مش فاهم. قال له طب معلش روح تاني صلي وقول أبدا الذي وارجع اقرا الآية تاني واقرا النص ده تاني. عمل كده لقى إيه؟ نتيجة زي ما هي، قعد كده حوالي ست مرات.
وبعد كده قال له طب يا ابني معلش اعمل كده مرة كمان. جه في المرة السابعة قال له هيا يا ابني عملت ايه؟ قال له الحقيقة فهمت معاني كتيرة قوي ما كانتش في ذهني خالص. قال له ايه ده معقولة؟ قال له الحقيقة المعنى الصحيح موجود وانت سهل تفهمه، ولكن انا كان سهل قوي اقول لك المعنى صح، لكن انت دلوقتي دقت بنفسك ان مصدر الفهم والمعرفة حاجتين. اول حاجة انت بتصوم بتصلي بتاخد ارشاد زي ما انت جيت تسألني، عشان كده الحقيقة ربنا عمل ايه؟ ما سابكش تمشي وانت فاضي، ما سابكش تمشي وانت فاضي. قد ايه الصلاة والصوم بيعملوا حاجات عجيبة قوي. يقولوا مرة كده مجموعة من اللصوص ترقبوا واحد تاجر ودائع مشهور قوي، وبعدين كان مسافر زي ما بيسافروا زمان كده يعني بالوسائل المعتادة ديا، وهو مسافر كان لازم يبيت في أماكن معينة، وكان الوقت ده عامل صفقة كبيرة قوي التاجر ده، فكان اللصوص دول مترقبين وقالوا أدي خبطة العمر يعني هنعرف نحن إيه نعيش عليها وننام عليها العمر كله. وبعدين جم عشان خاطر يخشوا للإنسان ده، لكن الإنسان ده كان قلبه حلو قوي لازم قبل ما ينام بالليل يقف يصلي، فييجوا يرتبوا الوقت بتاعهم عشان يدخلوا عليه، يجي يخشوا يلاقوا في حيطة موجودة بينهم وبينه مكان الباب. الله طب ندخل له ازاي؟ ده ما كانش فيه باب هنا امبارح، ما كانش فيه حيطة هنا امبارح. يجي ويفتحوا ويخشوا يلاقوا في باب في حيطة موجودة، وبعدين يفضلوا متابعين واحنا مش هنسيبه برضه، يمشي من المكان ده للمكان التاني ياخد ترانزيت في حته تانيه يجي يصلي بالليل ما يعرفوش يطلوا ابدا، لحد لما في مره جه الحقيقه بيفتحوا الباب لقوا الباب مفتوح ولقوا جوه نايم، فدخلوا حوطوه هو قام بسرعه مخضوض وبتاع انتوا ايه وبتاع، قالوا بص احنا هنسيبك بس بشرط واحد قول لنا بتعملها ازاي؟ قال لهم بعمل ايه؟ قالوا احنا بقى لنا اسبوع بنتابعك كل ما نيجي نفتح الباب ندخل نلاقي في حيطه جدار وتحوط حواليك مش عارفين ندخل لك، انت بتدخل ازاي؟ انت بتعمل القصه دي ازاي؟ فساعتها هو بص للسماء قال لهم عندكم حق، انا امبارح كسلت وانا راجع تعبان وكسلت ان انا اصلي عشان كده انتوا قدرتوا تدخلوا النهارده. أنا كنت بعمل كده أو ده كان بيحصل ليه؟ عشان الحقيقة كنت دايما أصلي، لما وقفت الصلاة بقى في شرخة في الجدار أنتوا قدرتوا تدخلوا عليا من خلاله. يبقى أول حاجة خالص قلنا إيه؟ تحمي الإنسان أو تقي الإنسان من الضيقات تساعده. نمرة اتنين الصوم يكون مقترن بالصلاة. تالت حاجة بركات الصوم إنها تعطي الإنسان توبة. زي ما يقول كده القديس ماري اسحاق كل جهاد ضد الخطية يبدأ بالصوم. فالصوم يعمل إيه؟ يساعد الإنسان، يساعد الإنسان إنه يقدم توبة قدام ربنا وينتصر على خطية تعباه. خطية زي التذمر من أشهر الخطايا يعني اللي إحنا عايشين فيها الفترات دي كلها. يا ترى الخطية دي المزعجة دي عدم الشكر، الإدانة، التجريح في الناس اللي حوالينا، في خطايا كده سعالف صغيرة احنا مش واخدين بالنا منها. أعمل إيه؟ حطها هدف في الصوم. حطها هدف في الصوم وأنت بتصلي وأنت بتسجد حتى لو ما نزلتش للأرض وأنت بتنحني تقول له يا رب يسوع ارحمني وشيل عني. في كل مرة حط الخطية دي هدف إن أنت تقدم توبة عنها خلال فترة الصوم. شوفوا قد إيه قد ايه ربنا ساعتها يسندك، مش كده؟ داود قال ايه؟ قال اذللت بالصوم نفسي، عشان كده بقى داود رجل الصلاه وبقى رجل توبه. الصوم بيقدم العلاج لكل ضعف في حياتي، يقدم العلاج. لما يلاقي انسان متذمر يعلمه ازاي يشكر، اي اكل موجود هياكله، اي وقت موجود يقول لك اصلي قبل ما اكل، هكذا يعلم الانسان الاكتفاء، يحميه من خطايا كثيرة أوي. عشان كده نحاول نتفق مع المخدمين بتوعنا في الزيارة نحط أي تدريب، كل بقى يعني أسرة حسب ما احنا شايفين من إيه من وضعها إيه، ناس بيتذمروا كتير نقول لا احنا عايزين نتعود لساننا على الشكر بقى الفترة دي، ناس ما بيكوش الكنيسة ولا عندهم ميت فبيقطعوا الكنيسة 40 يوم وسنة، أنتوا عارفين العادات بتاعت الناس اللي بنخدمهم دول، نقول له لا لازم نيجي نواظب على الكنيسه، احنا نقدر نعيش من جسد المسيح ودمه على المذبح. ناس بتعرف تقرا كده نقول لهم نسمع مزامير حتى لو حفظنا مزمور في الاسبوع ولا حتى في الصوم كله اسمنا حفظنا مزمور.
نركز على فضيلة نكتسبها أو عادة متعبة نخلص منها. نكتفي بالثلاث نقط دول. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.